مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بطرابلس يؤكد عدم صلاحية شحنة أمصال مرض الليشمانيا القادمة من الهند. أهالي زاوية المحجوب مصراتة يواصلون إغلاقهم الطريق الساحلية تنديدا لتهالك البنية التحتية. وفي ملف اليوم نناقش ملاك المباني المدمرة في سرت يطالبون بتسوية أوضاعهم بعد مضي قرابة 3 سنوات. أهلا بكم في العاصمة. أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بطرابلس عدم صلاحية شحنة أمصال مرض الليشمانيا الجلدية التي وصلت من دولة الهند في الأسبوع الماضي. وأوضح المركز في اتصال خاص مع نبأ الخميس أن شحنة المستوردة عن طريق وزارة الخارجية بالحكومة المقترحة في شكل مساعدات طبية مستعجلة غير صالحة. وأشار إلى أن فريق الجودة عمد إلى حجب الشحنة بعد التأكد من عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة داخل المركز، لافتا إلى أن حجم الكمية بلغ 95 علبة من أمصال الليشمانيا. قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار في تصريح لنبأ أن عدد حالات الليشمانيا المسجلة في البلاد بلغ نحو 1000، مشيرا إلى أن شحنة الأدوية التي أعلنت عنها وزارة الصحة أو أعلنت عن استجلابها لمكافحة الليشمانيا تعد غير كافية لمكافحة المرض. المزيد نتابعه في سياق هذا التقرير. تزايد عدد الإصابات بمرض الليشمانيا المسجلة في ليبيا تحد آخر يضاف إلى التحديات التي يواجهها المواطن هناك. إحصائيات تقريبية قدرت عدد الحالات المسجلة للمصابين بالليشمانيا الجلدية بألف حالة وفقا لمدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، يرتكز أغلبها بمناطق شمال غرب وجنوب غرب ليبيا، وهي مناطق يتوطن فيها الطفيلي المسبب للمرض بالأساس. إحصائية مرتفعة بعد أن سادت توقعات بتراجع انتشار المرض في ظل برامج مكافحة الليشمانيا وتوفر الأمصال المضادة للطفيلي المسبب لها. انعدام الميزانية اللازمة لبرنامج مكافحة الليشمانيا إلى جانب تراجع الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتردي الوضع البيئي الذي وفر ظروفا ملائمة لانتشار المرض بسبب ازدياد أعداد القوارض الحاملة للطفيلي الذي تنقله ذبابة الرمل. ووفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض فإن شحنة الأدوية المضادة للليشمانيا والتي أعلنت وزارتا الصحة والخارجية بالحكومة المقترحة عن وصولها تظل غير كافية، فضلا عن أنها لا تزال تخضع للفحص في مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وهو ما يؤخر وصولها لمحتاجها من المصابين. وبحسب إحصائية لمنظمة الصحة العالمية يرجع تاريخ تشخيص الليشمانيا في ليبيا إلى عام 1910، كما بلغ عدد الحالات المسجلة خلال العقود الأربعة الأخيرة نحو 55,000 حالة على مستوى البلاد. أغلق أهالي من زاوية المحجوب مصراتة طريق الساحلية احتجاجا على عدم استكمال صيانة شوارع المنطقة وتطوير البنية التحتية. وأفاد المراسل أن تصعيد الأهالي جاء تنديدا بما سموه عدم اكتراث الجهات المسؤولة بمواصلة أشغال صيانة الطريق وبعض الشوارع المتهالكة. مع كل هطل للأمطار في مدينة مصراتة يتجدد الحديث حول إشكاليات البنى التحتية الضعيفة بمنطقة زاوية المحجوب وما يخلفه سقوط الأمطار على تلك المرافق. عدد من أهالي المنطقة عبروا عن احتجاجهم على الحال الذي وصلت إليه البنية التحتية بالمنطقة، وأغلقوا على إثر ذلك الطريق الساحلي المار من منطقتهم بالسواتر الترابية. من برنامج الاعتصام لنا 9 سنين حين نعانوا من البنية التحتية، وتواصلنا مع سراج واحمد معتيق ومن اعيان وحكماء زاويه المحجوب عده مرات، وتواصلنا مع المجلس البلدي مع المرحوم محمد الشتي، وتواصلنا مع مصطفى كرواد ولا اجابه. ونعانوا من الصرف الصحي، ونعانوا من عدم صيانه المدارس، وقلنا نديروا الاعتصام هذا ربما نحصلوا حل في البنيه التحتيه.
أبرز مشاكل المنطقة تتمثل في توقف أعمال الصيانة على طرقاتها، والتي بدأت قبل 10 سنوات من قبل إحدى الشركات الأجنبية بالشراكة مع شركة الأشغال العامة، حيث توقفت أعمال المشروع عدة مرات، كان آخرها عام 2014 بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، تاركة سكان زاوية المحجوب يعانون الأمرين في تنقلاتهم عبر برك المياه والطين. تو شفت الكراهة، بالله عليك شفت الكراهة وشفت حالتنا احنا، والله نجوا الجامعة اللي في قنبالي اللي عند الركبة، وهذه معاملة هذه، والله هذه ما صارت حتى انظر وعد، مش سنة واثنين، كل عام نقول السنة هذا، كل عام نقول الشهر هذا، السنة هذه، السنة الثانية، هذا كلام وين هذا يا شيخ؟ هذه مصلحة عامة، ما لي أنا خاصة والله المواطن خاص، هذه تجمع القبيلة كلها يعني. مطالبات عديدة وجهت للمسؤولين بحسب المعتصمين، لكنها كانت دون رد ما دفعهم إلى إغلاق الطريق، أمر يبدو أنه لاقى صدى لدى المسؤولين هذه المرة الذين التقوا معهم، إلا أن الأهالي رفضوا فك اعتصامهم رغم ذلك، متعللين بعدم وجود ضمانات لتبقى المفاوضات جارية على أمل أن تستجيب الجهات المسؤولة لهم وتنتهي معاناة المنطقة. استطاع سكان زاوية المحجوب بمدينة مصراتة لفت الانتباه بوضع السواتر الترابية وإغلاق الطريق الساحلي، مما أدى إلى تواصل الشركات المسؤولة والجهات المعنية معهم، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، إلى متى يستمر إغلاق الطريق الساحلي، وإلى متى تستمر هذه السواتر الترابية بمكانها؟ عبد المنعم البوري، قناة النبأ، مصرات. حجزت الوحدات العسكرية التونسية حوالي 24 كيلوغراما من الذهب كانت بحوزة 3 مهربين فروا إلى الأراضي الليبية من منطقة الحدودية في محافظة تطاوي. ذكر بلاغ لوزارة الدفاع التونسية على موقعها الرسمي أن كمية الذهب تبلغ قيمتها 1,800,000 دينار تونسي، كما أنهم سلموا الكمية إلى المصالح الديوانية بذات المكان. قام أعضاء إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية بإزالة 487 قذيفة مدفعية كانت مدفونة بأحدى المزارع بمدينة ترهونة. أكدت الإدارة في منشور عبر صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن فريقها ما يزال يواصل عمله من أجل إجراء مسح للمكان. يذكر أن أعضاء إدارة المفرقعات أزالوا قبل يومين صاروخ جراد بمنطقة طريق المطار مقابل النقلية. تواصل الشركة العامة للنظافة في مدينة زوارة أعمال تنظيف الشوارع الرئيسية بالمدينة. الشركة قامت بإزالة الأتربة المتجمعة والقمامة ونقلها خارج المدينة، والتي تسببت في انسداد فتحات مجاري المياه. يشار إلى أن المدينة شهدت تكدسا للقمامة في الفترة الماضية، مما تسبب بإصابة العديد من المواطنين بدءا بالليشمانيا، والذي ظهر في عدة مناطق نتيجة انتشار بعض أنواع من البعوض. انعقد بالعاصمة طرابلس الاجتماع التشاوري لمؤسسات المجتمع المدني حول الملتقى الليبي الوطني، وذلك لمناقشة المسار التشاوري حول التوصيات الأممية الأخيرة بانعقاد ملتقى يضم جميع أطياف المجتمع للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا منذ أكثر من 4 سنوات. تفاصيل أوفى نتابعها في سياق هذا التقرير. مختنقات ومنعطفات عديدة مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية استدعت البحث عن حلول جذرية عبر ممرات تشاورية على تسهم في إخراج البلاد من محنتها، جهود يبذلها القائمون على أمر الملتقى الوطني الليبي عبر سلسلة من الاجتماعات التشاورية المفتوحة التي جمعت شرائح مجتمعية ونخبا سياسية وأطيافا من مؤسسات المجتمع المدني،
استعدادا لإطلاق الملتقى الوطني الليبي المزعم انعقاده نهاية يناير الجاري. خلال هالأربع سنوات الماضية لم نخرج بليبيا إلى بر الأمان، ولم تكن هناك توافق كبير ما بين هذه الأجسام والأعضاء، بل هناك مشاكل ما بينهما كأعضاء لم يصلوا بليبيا إلى حل نهائي وإيجاد حكومة وحدة وطنية إلى حد الآن. لذلك قررت الهيئة المتحدة أو بعثة الدعم في ليبيا برئاسة السيد غسان سلامة ولجنة الحوار المجتمعي أن يحددوا آخر فرصة لليبيين، وهي الملتقى الليبي الوطني. تحركات وصفت بالوطنية جاءت بعد توصيات حوتها إحدى إحاطات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة المتعلقة بانعقاد ملتقى يضم جميع أطياف المجتمع، وتكون كلمة الفصل فيه لمواطن ومصلحة البلاد بغية انتهاء المرحلة الانتقالية الطويلة وصولا إلى مرحلة البناء والتداول السلمي للسلطة وفق دستور يرتضيه الجميع. نريد دور أعمق للمرأة فيما يتعلق بصنع القرار السياسي، فيما يتعلق بالمشاركة السياسية الفاعلة أيضا داخل السلطة التشريعية، لأنها وجودها ووجود الشباب داعم ورافد من أجل الاستقرار، وينبغي علينا أن نعمل معا، أن نتصالح مع بعضنا البعض، لأن ليبيا لن تبنى إلا بالمصالحة ما بين جميع الأطياف دون أي نبذ لأي فئة أو جهة. ذلك سيؤدي إلى تعميق الخلاف وإلى استمرار الصراع واستمرار النزاع، وليبيا للجميع وبالجميع، ومعا نصنع مستقبل ليبيا من أجل السلام. وعلى الرغم من أهمية الجهود الوطنية التي تبذل على الصحة الليبية لإصلاح ما أفسدته نزعة الانشقاق، إلا أن الانقسام الحاصل وغياب إرادة وطنية مشتركة لبناء الدولة يحولان دون وصول هذه الجهود إلى مبتغاها، الأمر الذي يقوض عملية الإصلاح من أساسها ويضع القائمين عليها أمام مأزق جديد. يمثل مسار التشاوري للملتقى نقطة تلتقي فيها الآراء متعددة بغية الوصول إلى أرضية مشتركة ترمم الجدار المجتمعية وما خلفته سنوات الاحتراب. حسين البرناوي، قناة النبأ، طرابلس. أعلنت بلدية سرت بدأها في تنفيذ أعمال خزان الصرف الصحي بمنطقة الغربيات نظرا للشكاوى من طرف سكانها. وأضافت البلدية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنها بدأت بإنشاء خزانين تحت إشراف مكتب المشروعات نظرا لتعرض خزان الصرف الصحي بمنطقة جارف للتصدع. ولفتت بلدية سرت إلى أنها ستقوم بصيانة الخزان القديم لزيادة السعة التخزينية وحل مشكلة الصرف الصحي. نبقى في سرت، حيث اجتمع رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال مع عميد بلدية سرت مختار المعدني ومدير عام مطار سرت الدولي صلاح أبو جازية لمناقشة سبل تفعيل المطار. حضر الاجتماع كل من مديري إدارة المشاريع الهندسية بالمصلحة وإدارة التجهيزات الفنية ومدير مكتب الأمن والسلامة ومدير إدارة التخطيط بالمصلحة، بحسب ما قاله الناطق الرسمي للمجلس البلدي سرت محمد الأميل. عقد بقاعة الاجتماعات بمستشفى ابن سينا التعليمي بسرت اجتماع موسع لبحث المعوقات والاحتياجات التي تواجه المستشفى. وحضر الاجتماع أعضاء من المجلس البلدي سرت ومسؤولون بالمستشفى، حيث ناقشوا المعوقات التي تواجه مرافق المستشفى وسبل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، إضافة إلى بحث ملف صيانة عدد من الأقسام المتوقفة وأعمال التوسعة للمستشفى التي سينفذها في الفترة القادمة. العاصمة متواصلة وتتابعون فيها بعد قليل. أهالي المساكن المدمرة في سرت يطالبون بإيجاد حلول عاجلة لمعاناتهم بعد مضي ما يقارب 3 سنوات. نحو 3 سنوات هو عمر الأزمة التي يعاني منها أهالي المساكن المدمرة في سرت، تلك المباني البالغ عددها 3400 منزل مدمر كليا، إضافة إلى أعداد أخرى متفاوتة الضرر.
أهالي سرت لم يجدوا عزاء إزاء محنتهم، وليسوا على ثقة من إيجاد آذان صاغية لشكواهم التي دائما ما كانت تواجه بالوعود مفتوحة الأمد. ليست أطلالا مر عليها الزمن ولا بيوتا قديمة شاهدة على عصر مضى، إنما هي منازل هدمتها ونخرتها الحرب ضد تنظيم الدولة داخل مدينة سرت. حوالي 3 سنوات كانت كفيلة لتزيد من معاناة سكان حي المنارة والجيزة البحرية، منازل مهجورة وبيوت مدمرة بالكامل تنتظر تدخلا سريعا من الجهات المختصة للحد من مآسي الأهالي وأبنائهم الاجتماعية والنفسية. شكاوي متكررة ووعود متعددة من طرف المجلس الرئاسي المقترح لتكون نتيجة بعيدة عن الواقع. لا يوجد إعمار ولا تسريع في دفع التعويضات لهم. هذا حال سكان الأحياء المتضررة، ففقدان الأمل أصبح سمتهم الراسخة. التهجير وتكاليف الإيجارات ونقص السيولة مع ارتفاع الأسعار صارت من يوميات أحاديث السكان فيما بينهم للاطلاع على آخر المستجدات التي تخصهم، ليبقى الانتظار والترقب سيد الموقف. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير فرع جهاز الإسكان والمرافق ببلدية سرت السيد أحمد الوادي. سيد أحمد، أهلا وسهلا بك، وحبذا لو أطلعتنا على آخر المستجدات فيما يخص ملف تعويضات الأسر المتضررة والمدمرة مساكنها أيضا. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم على هذه المقابلة للتوضيح آخر مستجدات المباني المدمرة داخل مدينة سرت لحرب وتحرير المدينة من تنظيم الإرهابي داعش. طبعا قمنا بعدة إجراءات، تم إحالة كشف من قطاع الإسكان والمرافق بكتاب خلال المدة الماضية، وتم إحالة الكشف هذا لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق الإدارة الرئيسية، وأخذنا الإذن للبدء في عملية الحصر الفعلي بإذن الله خلال الأسبوع القادم بإذن الله يوم الأحد. بإذن الله حتنطلق جميع الشركات، تم تكليف 15 شركة في عملية الحصر، حتنطلق يوم الأحد بإذن الله. طيب. طبعا الكشف المحال من قطاع الإسكان على 3490 منزل مدمر، سيتم بإذن الله البدء في عملية التقييم الفني من خلال الشركات التي تم تكليفها إن شاء الله. طيب سيد الوداي، هل من جدول زمني معين لتنفيذ خطط التنمية في المدينة بعد يوم الأحد التي ذكرته؟ بإذن الله، بالنسبة لعملية الحصر الأضرار المباني المدمرة كليا، طبعا المدة المحددة لكل شركة استشارية خلال 21 يوم بإذن الله تعطي نتائج أعمالها، وبعد ذلك بإذن الله حيتم إحالتها للجنة العليا للمطالبة بالمخصصات المالية لكل عقار بإذن الله مدمر. نعم. طيب بالنسبة للمشروعات سيد الوداي، طبعا فيه عندنا عدة عقود احنا داخل النطاق الجغرافي للجهاز. طبعا نسبة الإنجاز المشاريع داخل البلديات المكلف بالإشراف عليها الجهاز، يعني نسبة الإنجاز عالية جدا. تمت مخاطبة الإدارة وتم الموافقة على الإذن في المخصصات المالية بإذن الله، ممكن خلال السنة هذه 2019 حيتم تنزيل المخصصات المالية لأغلب المشاريع التابعة للجهاز بإذن الله. طيب أنتم كجهاز للإسكان والمرافق في بلدية سرت، ما هي رسائلكم للمواطنين في هذه اللحظة؟ بإذن الله حنطمن المواطنين خلال يوم الأحد، حتنطلق جميع
الشركات في عملية الحفر الفعلي بإذن الله خطوات الإجراءات الفنية كجهاز، نحن كجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان المرافق على قدم وفاق بإذن الله، والأمور نشوفها يعني ماشية في نفقها الصحيح، وبإذن الله خلال الفترة القادمة هتكون في نتائج يعني واضحة مبينة. الآن سيد الوداي، بعد تحرير مدينة سرت قرابة أكثر من سنتين، ما هو سبب تأخر الجهات المعنية في تنفيذ الخطط التنموية داخل مدينة سرت؟ والله بالنسبة إحنا كجهات داخل مدينة سرت، سواء بلدية، سواء القطاع الإسكان المرافق، سواء جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، الجهات المختصة بالأمور الأمور الفنية يعني حاولنا جميع ما يتعلق بالمواضيع هذه للجهات ذات الاختصاص في مدينة طرابلس الرئاسي، ولكن للأسف حتى هذه اللحظة لم ينظر لمدينة سرت بعين الاعتبار. المواطن داخل مدينة سرت يعاني معاناة كبيرة جدا جدا، يعني 3490 عائلة هذين يعني يعتبرون حاليا ناسحات داخل بلادهم، والمواطن يعاني بشكل كبير، يعني المواطن يعني حقيقة جالي لأمور ممكن حال يعني لا تحمد ربها. طيب سيد الوداي، نعم أنت ذكرت أن المرحلة الأولى بالنسبة للخطط التنموية تدخل يعني من التدخل السريع لإنقاذ مدينة سرت يعني والعائلات القاطنة داخل المدينة. نعم، أنت ذكرت بأن المرحلة الأولى بالنسبة للخطط التنموية هي المساكن المتضررة كليا، لو تذكر لنا باقي الخطوات التي كمرحلة أولى، المباني مدمرة كليا كمرحلة أولى، بعد ذلك بإذن الله في المباني اللي تحتاج مثلا صيانة، بعض المساكن يعني مدمرة بشكل جزئي، هي يتم تكليف شركات كذلك للبدء في عملية التقييم الفني، من يحتاج إزالة، من يحتاج صيانة، من يحتاج يعني أمور غير فنية. نعم، مدير فرع جهاز الإسكان والمرافق في بلدية سرت أحمد الوداي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، العاصمة متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل باقي فقراتنا، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونرحب ببقية الزملاء وأبرز العناوين. اقتراب منخفض جوي خلال يوم غد وبعد غد على مناطق ليبيا. إدارة الأهلي بنغازي تعلن تغيير ملعب مباراة الذهاب في كأس الكونفدرالية الإفريقية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الفقرة الرياضية في العاصمة، حيث غيرت إدارة الأهلي بنغازي ملعب لقائه مع حسين داي الجزائري المقرر إقامته غدا الجمعة ضمن الدور 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية. وأصدرت إدارة الأهلي بنغازي بيانا لها على صفحة النادي الرسمية أوضحت فيه تحديد ملعب الشاذلي زويتن في العاصمة التونسية لاحتضان لقاء الذهاب بدلا من ملعب مصطفى بن جنات بالمونستير بتونس. في خبر آخر، ومن جهته أيضا يواصل فريق النصر تحضيراته لمواجهة نظيره ستارليتاس البوركيني ضمن ذهاب الدور 32 أيضا من كأس الكونفدرالية الأحد القادم. وكثف بطل ليبيا من تحضيراته لمواجهة ستارليتاس المنتظرة، حيث يسعى لتعويض خروجه من مسابقة دور أبطال إفريقيا وبلوغ دور المجموعات. ويامل أيضا مدرب الفريق فوز العساوي في نسيان خسارة الفريق لقاء الديربي أمام فريق الأهلي بنغازي ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز الأحد الماضي. في خبر آخر، اكتسح فريق الاتحاد خصمه الوحدة ب 119 نقطة مقابل 21 في اللقاء الذي أقيم بقاعة طرابلس الكبرى في منافسات الدوري الليبي لكرة السلة. وتوالى لاعبو الاتحاد على تسجيل النقاط في ظل غياب شبه تام للوحدة الذي لم يستطع مجاراة النسق المرتفع من طرف الاتحاد لتمضي الدقائق على سياق ذاته إلى نهاية اللقاء، وبمحصلة عريضة ب 119 نقطة مقابل 21. هذا وبالمسابقة ذاتها أيضا تفوق فريق المدينة على نظيره الشباب العربي ب 70 نقطة مقابل 67 في لقاء شهد تنافسا كبيرا بين الفريقين. ورغم تقدم الشباب العربي في النتيجة في الربعين الأول والثاني بواقع 18 مقابل 14 نقطة،
و17 مقابل 15 نقطة على التوالي، إلا أن المدينة حقق استفاقة كبيرة في الربعين الثالث والرابع والذي حسمهما ب20 مقابل 15 و21 مقابل 17 نقطة، لينتهي اللقاء بتفوق المدينة بفارق 3 نقاط فقط وبمحصلة 70 نقطة مقابل 67. في الخبر الأخير، يقيم الاتحاد الفرعي للدراجات بطرابلس غدا الجمعة السباق الثاني ضمن موسمه الجديد الذي انطلق الأسبوع الماضي، ويشمل السباق الفئات الثلاث، وحددت أيضا مسافة السباق أو حددت لفئتي الكبار والأواسط بستين كيلومترا، فيما يمتد سباق فئة الأشبال لخمسة وثلاثين كيلومترا. وأعلن الاتحاد الفرعي للدراجات بطرابلس أن نقطة الانطلاق للسباق ستكون من أمام مقر وزارة الخارجية الليبية بطرابلس في بداية من الساعة 9 صباحا. بإذن الله نكون وصلنا لفقرة الرياضية بالعاصمة، العودة من جديد إليك محمد. شكرا لك أحمد. أما الآن مشاهدينا الكرام، فمع أخبار الطقس مع الزميل محدين علي ليك أستاذ محدين. شكرا محمد، وأسعد الله أوقاتكم أيها السادة الكرام أينما كنتم، أحييكم أجمل التحية. أجواء مستقرة اليوم على مناطق ليبيا، كانت خاصة الشمال الغربي والجنوب الغربي والجنوب الشرقي. درجات الحرارة خلال اليومين القادمين على الجنوب ستميل إلى الدفء قليلا، خاصة الجمعة والسبت، لكن يوم الأحد ستكون درجات الحرارة منخفضة بشكل ملحوظ على الجنوب. وعلى الشمال من يوم الغد يقترب منخفض جوي، باقتراب منخفض جوي على شمال ليبيا، الشمال الغربي بداية ثم الشمال الشرقي. من مساء يوم الغد تحديدا سيعمل على تشكل السحب الماطرة الرعدية والانخفاض الملحوظ جدا في درجات الحرارة بداية بالغرب الليبي، وستكون الارتفاع وسيكون الارتفاع على مناطق بشكل كبير على مناطق المرتفعات الغربية وجنوب الجبل. أيضا ستكون درجات الحرارة جد منخفضة حقيقة بسبب كتلة هوائية باردة متعمقة في طبقات الجو العليا، ما يجعل درجات الحرارة منخفضة، احتمالية حتى لسقوط الثلوج على مناطق الجبل جبل نفوسة خلال 48 ساعة قادمة واردة، وإن كانت ليست بالقوية ولكن تبقى واردة خلال هذا المنخفض بإذن الله تعالى. ثم تنتقل إلى الشرق الليبي مباشرة إلى خريطة توزيع السحب، التي السحب الماطرة التي سنلاحظ من خلالها بداية يتحرك منخفض جوي من جنوب أوروبا من يوم الغد أو من هذا اليوم متحرك، لكن سيصل خلال مساء يوم الغد على المنطقة الغربية بداية، ثم يتجه ليشمل كل مناطق الشمال، الشمال الغربي والشمال الشرقي، برياح نشطة باردة وتكاثر السحب المصحوبة بأمطار وفي بعضها غزير على مناطق الشمال الغربي والشمال الشرقي بصفة عامة. إذا نتوقع أن تكون أمطار غزيرة، نحذر السادة من جريان بعض الأودية، كذلك من تجمع المياه في الأماكن المنخفضة. هذا المنخفض سيؤثر بشكل كبير على المناطق الجنوبية خلال بداية المساء السبت والأحد والاثنين، ستكون درجات الحرارة تحت الصفر في الليل أثناء الليل، وأيضا حتى على المرتفعات جبل النفوس والمرتفعات الغربية بصفة عامة ستكون درجات الحرارة تحت الصفر، وفي فترة النهار في فترة الظهيرة التي متعود أن يسجل فيها أعلى درجات حرارة ستكون من 6 إلى 8 درجات على أقصى تقدير. إذا انخفاض جمعة والسبت والأحد على شمال ليبيا، شمال غربها وشمال شرقها بإذن الله تعالى، وستكون أيضا أمطار وزوابة رعدية وحبات برد ستسقط مصاحبة لهذه السحب بإذن الله تعالى. ننتقل الآن إلى خريطة توزيع الأمطار، والتي ستكون أو ستتركز الأمطار بداية بالشمال الغربي، نلاحظ اللون الأزرق سيتحرك تدريجيا ناحية الشمال الغربي، السحب الماطرة تدريجيا تشمل المناطق الشمالية الغربية، ثم اللون الأخضر يشير إلى غزارة الأمطار على بعض المناطق، ثم تدريجيا يتحرك ناحية الشمال الشرقي المصحوبة أيضا بأمطار متفرقة وفي بعضها غزير تكون على مدن الجبل الأخضر. إذن ستكون الأمطار من متوسطة إلى جيدة وفي بعضها غزير بإذن الله على شمال ليبيا بأكملها، الشمال الغربي والشمال الشرقي هذا وبإذن الله تعالى. أما النشرة الخاصة بالصيد البحري، طبعا كما هو معتاد منخفضات الجوية دائما بسرعة رياح نشطة إلى قوية، أحيانا ستنشط سرعة رياح من مساء يوم الغد، سيضطرب البحر بشكل ملحوظ، الاضطراب سيكون عنيف جدا على المنطقة الشرقية خلال 48 ساعة، سيكون البحر عنيف ليصل إلى أكثر من 6 أمتار ارتفاع الموج. إذن السادة الصيادين على كل السواحل الشرقية من مساء يوم الغد عدم الدخول، أو من يوم من هذا اليوم مساء هذا اليوم عدم الدخول نهائيا للبحر، وكذلك الساحل الغربي، وإن كان
أقل اضطرابا، ولكن يبقى الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار، إذن البحر غير ملائم تماما للدخول خلال هذين اليومين أو 3 أيام قادمة بسبب الرياح العالية النشطة التي القوية أحيانا التي تصل سرعتها إلى أكثر من 60 أو ما بين 60 إلى 70 كيلومتر في الساعة. الرؤية أيضا ستكون ضعيفة، كل العوامل الجوية غير مستقرة، الأجواء باردة بإذن الله تعالى، وأمطار مرتقبة على شمال ليبيا خلال من مساء يوم الغد، بداية بالغرب ثم تتجه ناحية الشمال بأكمله بإذن الله تعالى. الآن نتتبع درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم واليومين القادمين. إلى اللقاء. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام العاصمة، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكنكم التواصل معنا عبر بريدنا الإلكتروني العاصمة @نبأ.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.